الا سولتك شنو هما اقصى المعتقلات والحبسات اللي سمعتي عليهم في حياتك، غتقول لي مثلا سجن قارة، ولا معتقل ابو غريب، ولا تازمان مارت، واللومان، غوانتانامو، وسجون اتعرفات بالوحشيه في التعامل مع المسجونين ديالها بحال حبس ديار بكر تركي، ولا سابانيتا في فنزويلا. غادي نقول لك على انه ما كاينش مقصى من معتقلات محاكم تفتيش على الاطلاق. هاد المعتقلات هي قطعه حقيقيه من الجحيم، ولكن كيصحاب لك على ان اسوأ عصر في الوحشيه والساديه هو اللي كنعيشو فيه. كنأكد لك على انك منين غتتعرف على محاكم تفتيش في الاندلس غتعرف على ان هاد العصر اللي احنا فيه قمه في الانسانيه والحريه، ما تحفظ على هاد جوج كلمات. هذاك الشيء اللي تعرضوا ليه المغاربه الموريسكيين في الاندلس والمسلمين بصفه عامه وحتى اليهود ما غتقدرش تتصوره، لدرجه انك حتى الى جهدتي في التفكير وحاولتي ترسم فكره على انواع التعذيب اللي تمارس على هاد الناس، كن اكيد على ان عقلك غيعطيك صوره رحيمه، وانا اكيد انك غتتفاجئ من الوحشيه ديال الانسان والساديه ديال هاد الناس. فباش نفهموا القصه كامله خاص نعرفوا اولا كيفاش نهارت الاندلس وسقطات في يد الكاثوليك، عاد باش نعرفوا شنو هي اصلا محاكم التفتيش وشنو هي قصه محاكم التفتيش. مع اغتيال ولد موسى بن نصير عبد العزيز كانت بدايه نهايه للاندلس المسلمه، اللي من موراه غادي تجي فتره ملوك الطوائف اللي قسموا الاندلس بيناتهم وعينوا ريوسهم امراء على دويلات بعد ما كانت الاندلس دوله واحده، قسموها بيناتهم وولات دويلات في شبه الجزيره الايبيريه، دويله غرناطه، دويله اشبيليا، دويله الميريا، دويله بالنسيا وطليطله، ساراقوسطا والبرازين، دانيا والبليار ومورور. وعوض ما يتفقوا بيناتهم ويكونوا قوه واحده، ولا كل واحد فيهم كينصب العداء الاخر، وفستاتهم الفلوس والجاه والمال، والجالهم ما عارفينش على انهم كيقتلوا نفوسهم، وبدا كل واحد كيضاعف الثاني، ولاو هما اللي كيخلصوا الجزيه للملك الفونسو السادس عوض ما كانوا هما اللي كياخذوا الجزيه وغيستعنوا به باش يقتلوا بعضياتهم، وزرعات فيهم العنصريه ضد بعضياتهم، العرب والامازيغ والعرب ضد العرب، ونساو على ان اللي كيجمعهم في الاصل هو الدين. ومنين كنقولوا الدين فراه كيبقى معنا فضفاض، لحقاش في الاصل كيجمعهم المذهب، حيت الدين فيه بزاف ديال المذاهب ما انزل الله بها من سلطان، بحال الاحمديه والشيعيه والبهائيه وزيد وزيد. وهكا هاد الناس غلطوا غلط كبير من ظنوا على ان القوميه هي الحاجه اللي تقدر تجمعهم، وعوض ما كانوا حزمه واحده ولاو مفرقين قشه قشه، حتى ولاو فريسه سهله للصليبيين اللي غيجيو من الشمال. غيحاصر الفونسو السادس قلعه ساراقوسطا بعد ما استولى قبل منها على عدد كبير من القرى ديال المسلمين، ومنين وصلت النهايه ديالهم عاد حسوا ملوك طوائف بالخوف على ريوسهم، وغيبداو يفكروا يتحدوا باش ينقضوا الممالك ديالهم. غيتفقوا باش يرسلوا رساله نجده ليوسف بن تاشفين باش يعتقم من هاد الورطه اللي طاحوا فيها، ويعجل بالنجده ديالهم. وهنا وحتى وهو كيشوف النهايه ديالو غيكابر واحد من ولاد المعتمد بالله امير اشبيليا اللي محاصره، وغيقول لباه راه الا جبت يوسف بن تاشفين راه غادي تكون النهايه ديال الملك ديالنا. غيجاوبو المعتمد بالله بالجمله الشهيره ديالو، انا كنفضل نرعى الابل ديال بن تاشفين وما نرعاش الحلوف ديال الفونسو السادس. ومنين غتوصل الاخبار لالفونسو على ان ملوك طوائف وجهوا رساله ليوسف بن تاشفين، غيرسل لي حتى هو رساله غيقول لي فيها الا ما قدرتيش تعبر البحر ارسل لي المراكب ديالك، نجي عندك نتقاتل معاك على احب البقاع عندك، الا انتصرتي عليا فهذيك غنيمه جات حتى لعندك ونعمه جات بين يديك، والا انتصرت عليك غادي نكمل الاماره ديالي. غيرد عليه يوسف بن تاشفين برساله اخرى كيقول لي فيها قدامك ثلاثه ديال الحلول، يا اما الاسلام ولا تخلص الجزيه ولا القتال. ومنين وصلت الرساله لالفونسو اسخط وارمى الرساله في الارض وقال للمرسول سير قل للملك انطلقوا في ساحه الحرب. غادي وجد يوسف بن تاشفين 30,000 جندي وغيعبروا البحر على جهه اسبانيا، غادي ياخذوا الجزيره الخضراء كقاعده ديالهم،
وغادي يستلهم يوسف بن تاشفين الخطة اللي غيواجه بها ألفونسو السادس اللي جايب 100,000 فارس من خطة خالد بن الوليد، بحيث غيقسم الجيش ديالو الميمنة وميسرة وجيش الوسط، يعني على شكل طير، الجسد والرأس في الوسط والأجنحة على اليمين واليسار. وهنا غيتواجه بن تاشفين وألفونسو السادس في المعركة الشهيرة، معركة الزلاقة التاريخية. غيتفق ألفونسو وبن تاشفين على أرض المعركة وهي سهل الزلاقة، ويتفقوا على أن نهار الاثنين يكون هو نهار المعركة. غيقول ألفونسو على أن الجمعة عيد المسلمين والسبت عيد اليهود، وحنا عندنا من هاد الجوج بزاف، وبما أن الحد فهو عيد ديالنا، إذا الاثنين هو يوم المعركة. وافق بن تاشفين على هاد النهار، وبقى مستعد لأي عملية غدر من طرف ألفونسو اللي معروف عليه نقد العهود. وفعلا غيغدر وغينقد العهد وغيهجم على جيش المسلمين بنهار الجمعة، ولكن جيش المسلمين كان مستعد من نهار تافقوا على نهار المعركة، بحيث كانوا راسين الصفوف ديالهم كما لو أن المعركة فعلا غتكون نهار الجمعة، بحيث كان يوسف بن تاشفين أرسل المخابرات ديالو إلى قدرنا نسميهم قبل نهار الجمعة، بحيث كانوا كيتجسسوا على جيش ألفونسو، وهما اللي غيجيبوا الخبار لبن تاشفين على أنهم شافوا جيش ألفونسو كيستعد باش يهجم عليهم. غيوجد يوسف بن تاشفين مفاجأة لألفونسو والجنود ديالو، بحيث غادي يختار أقوى الجنود ديالو وغيخليهم في الاحتياط وما غيدخلهمش في المعركة حتى يعيوا الجنود ديال ألفونسو مع جيش المسلمين. من موراه غيطلق عليهم هذا الجيش اللي غادي يسحق الخضر واليابس. وبدأت المعركة الكبيرة. غادي تبدأ في الأول بتفوق ديال جيش ألفونسو، لحقاش كان جايب واحد عدد كبير. غيبداو شي أمراء من المسلمين يهربوا من كيشوفوا على أنه كيطيحوا منهم بزاف ونهازموا وتراجعوا اللور. وغادي يحس ألفونسو على أن المعركة محسومة من البداية. غيستطع المعتمد بن عباد باش يقاوم بشجاعة، وخا قوته بدات كتضعف. غادي يدخل داود بن عائشة برفقة 10,000 مقاتل من قوات المرابطين كدعم القوات المعتمد بن عباد اللي القوة ديالو ضعافت، وغيرجع تكافؤ في المعركة. في هاد الأثناء يوسف بن تاشفين والجيش الكبير ديالو مازال مدخلو في المعركة، واقف ورا واحد تل عالي ما كيبانش القوات العدو، وزاد الضغط على بن عباد، وغيأمر الملك ألفونسو القادة ديالو باش يحاصروا 10,000 بقيادة داود بن عائشة. وفعلا غادي بدا يضعاف جيش داود بن عائشة اللي غيرسل مرسول ليوسف بن تاشفين على أنه الوضع صعيب ولازم تدخل فورا. غادي يأمر بن تاشفين أقوى قائد عنده هذيك الساعة، وهو سير بن أبي بكر، على رأس قوة من المرابطين اللي غيخترقوا الصفوف ديال الصليبيين، وغيتصلوا مع قوات داود بن عائشة والمعتمد بن عباد. ولكن ألفونسو غيزيد الضغط على المعتمد بن عباد حتى غيخترق الخندق اللي كيحتاميو بيه، وفي الأخير غينهزم جيش المعتمد بن عباد. وهنا كانت غتكون النهاية الحقيقية للأندلس كلها، حتى ألفونسو السادس ولا كيشوف على أنه مسألة طرد المسلمين والهزيمة الساحقة ديالهم ما هي إلا مسألة ساعات. ومع هزيمة المعتمد بن عباد غيدخل رسميا للمعركة يوسف بن تاشفين. غيدخل كما كانت الخطة بجيش الاحتياط، الجيش الأقوى ديال المسلمين، غيلتفوا على القشتاليين من اليمن واليسر من البلايص اللي ما كانوش متوقعين يجيهم الهجوم منهم. غيخترق فرسان القشتاليين بالإبل ديالو اللي جاب من الصحراء المغربية، هاد الإبل اللي غتسبب اضطراب عند الخيل ديالهم، غادي تكون مقتلة كبيرة. غيحترق المعسكر ديال الفرسان القشتاليين تماما، غيموت أغلبهم وغيهربوا اللي بقاو. غتوصل الخبر لألفونسو اللي تابع جيش المعتمد بن عباد على أن جيش بن تاشفين قتل كاع الفرسان ديال المعسكر. غيرجع ألفونسو باش ينقذ اللي بقاو، وغيخلي قوات المعتمد بن عباد اللي عوض ما كان هارب من ألفونسو، غيعطي الأمر للجنود ديالو باش يهجموا عليه. وهنا ولا ألفونسو والجيش ديالو محاصرين من كل بلاصة. وهنا غتوصل الخبر للجيش اللي هرب مع الأمراء ديال الأندلس في بداية المعركة، وغيرجعوا مرة أخرى للمعركة، وغيشد ضغط على ألفونسو السادس اللي ما بقى عارف معاه من كيتقاتل. ولا ما بين مطرقة يوسف بن تاشفين وسندان المعتمد بن عباد. وهنا غيعطي بن تاشفين الأمر لـ 4,000 مقاتل باش يدخلوا في معركة مع داكشي اللي تبقى من الجنود ديال ألفونسو، وغتبدأ المواجهة الأخيرة. وغيقدر واحد من الجنود المسلمين باش يتسلل عند ألفونسو وغيخشي ليه سيف في الفخذ ديالو، هالطعنة اللي بسببها غيقطعوا ليه رجله من بعد.
ومع مغيب الشمس ديال هذيك الليله غيعرف الفونسو على انه كيواجه غير الموت في هذه المعركه ولا امل في الاستمرار فيها. غيلجا هو وشي وحدين من القاده ديالو لواحد التل حتى طاح الليل وهرب راجع منهزم القرية. وسالت معركه الزلاقه بهزيمه الفونسو السادس هزيمه نكراء. غادي يأجل بن تاشفين سقوط الأندلس، ولكن ما غيمنعش السقوط ديالها بسبب اقتتال ملوك طوائف مرة أخرى. وسقطت الأندلس بعد 8 ديال القرون في يد الصليبيين بعد ما طغات العنصرية على المسلمين وضعفات العقيدة ديالهم وتغلبات المصالح على المبادئ، وبانوا ملوك الطوائف فسدت القلوب وفسد النظام السياسي وولى الظلم أساس الحكم. طغاة الخيانة ديال المسلمين لبعضياتهم فسدوا ملوك الطوائف وانهزموا هزيمة مذلة بعد ما طغاو وتجبروا وسقطت غرناطة آخر قلاع المسلمين في الأندلس. وغيخلصوا المسلمين اللي في الأندلس الثمن غالي بزاف، ثمن فساد ملوك الطوائف، وهنا فين غادي يذوقوا العذاب في محاكم التفتيش. غتفرض عليهم الكنيسة يا إما يدخلوا للمسيحية ولا يخويوا الأندلس. وغتبدا واحدة من أكبر المحارق ديال الكتب في التاريخ، غيحرقوا كاع الكتب العلمية والدينية والقرآن، غيرفضوا في الأول المسلمين واليهود يتخلوا على الديانة ديالهم، وهنا غيذوقوا أشد أنواع العذاب. وبما أن بزاف ديال المسلمين واليهود ما كيعرفوش شي بلاد من غير الأندلس اللي هي أصلا بلادهم اللي كبروا فيها وتزادوا فيها وجدود جدودهم فيها، غيضطر واحد عدد كبير منهم باش يدخلوا في الديانة المسيحية، ولكن غير قدم الناس والدولة، ولكن كإيمان فهما باقي المسلمين، وهذا هو بيت القصيد. من بعد ما غادي يخافوا الملوك الكاثوليك على أن هاد المسلمين يكونوا باقين كيمارسوا الشعائر ديالهم في السر، وهذا هو دور محاكم التفتيش، يعني أنهم يحاكموا أي واحد شكوا فيه على أنه باقي مسلم وكيصلي في داره مخزون، وغيولي مفروض على الكونفيرسوس هو اللقب اللي تعطى لكاع اللي حولوا الديانة ديالهم للكاثوليكية باش يخليوا البيبان ديال الديور ديالهم ديما محلولة باش ما يقدروش يصليوا الصلاة ديالهم بالسر. نشأت محكمة التفتيش وبداو كيختاروا كاع اللي شكوا فيه وكانوا بالالاف. هاد المحاكم التفتيش كانت كتعتمد على اسلوب واحد باش تنزع الاعتراف ديال المشبوهين، وهو التعذيب الشديد ديالهم. كان العرف هاد المحاكم هو انه الا بغيتي تتهنى من العذاب تمشي عندهم وتقول لهم على انك غلطتي وكنتي كتمارس تعاليم ديال الدين ديالك في السر وجيتي بغيتي تتوب، وهنا ما كيعذبوكش. الحاجه الوحيده اللي كيديروا سواء كنتي امراه ولا راجل كيشعلوا لك في راسك العافيه وكيخليوها تطفى بوحدها، وهنا كتسمى طردوا منك الروح الشريره وهي الشيطان. كانوا الجيران كيبرقوا بجيرانهم غير بالكذوب باش يبرقوا راسهم، زعما على اساس انه مادام برقك بجاره ولا صاحبه فهذا كيعني على انه ماشي معاه في الفكر ديالو. وشحال من واحد تعذب وتحرق ومات غير حيت كذب عليه شي واحد. كان منين كيبغيو ينزعوا الاعتراف ديال شي واحد هو وظهره، ولكن في محاكم التفتيش ما كاينش عذاب حسن من عذاب ولا قل من عذاب، كل نوع من انواع التعذيب خطر من النوع اللي قبل منه. فمثلا كاين واحد الاله سميتها مقعد يهوذا، هذا الكرسي تقدر تعتبره قطعه من الجحيم بحيث ان الهندسه ديال هذا الكرسي على الشكل التالي. هو واحد الآلة مصممينها بحال الكرسي، إلا أن الفرق ما بينها وما بين الكرسي هي أنها السرج اللي كيجلس عليه هاد الإنسان مصاوب من الخشب على شكل هرم طويل وعنده قمة حادة. من بعد ما كيعريو السيد ولا السيدة كيجبروه باش يجلس فوق هذاك الهرم بحيث كيدخل وسط الأحشاء ديال المعتقل، ولكم أن تتخيلوا المنظر بلا ما نوصف أكثر من هاد الشيء. والآلة الأخرى سميتها الحمار الإسباني بحيث مصممين خشبة على شكل ظهر ديال دابة، ولكن بلاصة السرج فين غيجلس الإنسان داير بحال الموس ديال الزبدة مدبب، فكانوا كيجلسوا الإنسان وكيعلقوا ليه الحديد في رجليه باش يتحكم على الكرسي مزيان، هادشي اللي كيسبب ليه عذاب أليم. ولا آلة التور الحديدي كانوا كيخشيو المذنب في وسط هاد الآلة اللي مصمم بحال التور، كيسدوا عليه وسط منه وكيشعلوا تحتو النار حتى كيحمار التور وكيبدا يخرج النار من نيفو، هادشي اللي كان كيخليه عبارة على منصة إعدام وماشي تعذيب. ولا آلة أخرى اللي كانت عبارة على جوج خشبات خارجين منهم المسامر كيدخلوا يدين المعتقل وسط منهم وكيطبقوا واحدة فوق الأخرى وكيضغطوا بشوية حتى كيتهشموا العظام ديال اليدين ولا الرجلين.
كانت واحد الآلة أخرى كيستعملوها على شكل جمل عطشان وجمل جيعان، يعني أنه كيربطوا الأطراف ديال الضحية مع هاد الآلة اللي كتبقى تجبد فيه حتى كيتقطعوا العضلات ديال اليدين والرجلين وكينفصلوا على الجسد ديالو. ولا آلة أخرى اللي كانت عبارة على حديدة دايرة على العنق وفي جهة الحلق دايرين شوكة كبيرة حادة من جوج ريوس ديالها وكيلصقوها في الطوق تحت الذقن ديالو والرأس التحتاني ديالها واقف على فم الصدر، بحيث أن الضحية غير إلى ده نعاس هذيك الشوكة الكبيرة غتدخل ليه في حلقه وفي صدره. ولا كرسي محاكم التفتيش اللي كان عبارة على كرسي عامر بالمسامر كيجلسوا فوق منه المعتقل وكيحطوا فوقه الأثقال. ولا تابوت خارجين منه الحديد منين كيسدوا على الضحية كتخترق المسامر ديال الحديد الجسد ديالو عبلا الحرق ديال المدانين أحياء، وزيد وزيد من أنواع العذاب اللي ما طيحش ليك على بالك عبلا العذاب ديال الماء، بحيث كيبقاو يشربوا المعتقل الماء حتى كتبغي كرشو تنفجر. كتقول الإحصائيات على أنه حاكمات هاد محاكم التفتيش حوالي 150 ألف حالة، منها أكثر من 3000 إعدام، وتم طرد أكثر من نصف مليون مسلم ما بين 1609 و 1614 قبل ما يتم الحل ديال هاد المحاكم سنة 1834. وهكا كتبقى محاكم التفتيش الكاثوليكية قمة في الفضاعات الإنسانية عبر التاريخ، وكتبين على أنه لولا القانون لو كان شي بشر ما تقدرش تتصور الهمجية اللي تقدر تخرج منه. همجية ووحشية تقدر توصل الهمجية محاكم التفتيش الأندلسية. كانت هذه هي قصة محاكم التفتيش من البداية للنهاية.